فتواصلوا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، وعدها بأمور زواج وإلى آخره، هاي الأمور المغريات البنت كأي بنت يغريها بهاي الأمور، فينغرت الموضوع. بعد فترة اختفت فجأة. راح نبدأ قصتنا الأولى وهي من الموصل. طبعا هذا شاب تحدث لنا عن بنت خالته اللي تعرضت إلى مشاكل بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وهي طالبة جامعية تعرفت على شاب من بغداد بواسطة السوشيال ميديا، قدم لها مغريات متحايلا عليها بوسائل عدة. بعد فترة هربت هاي الفتاة من أهلها، ويا ما تتكرر هذه القصص اليوم في مختلف محافظاتنا. وهذه الفتاة راحت فريسة بيد هذا الشخص اللي استأجر لها شقة لشهر أو حتى يمكن أقل، تركها وهرب. طبعا التفاصيل راح نسمعها من ابن خالة الضحية، وحتى نناقش هذا الموضوع وتداعياته وتطوره في مجتمعنا مع الأسف. خلونا نشوف. بنت خالتي طالبة جامعية، يعني كأي طالبة تروح للجامعة فلازم هذا التليفون وهذا مواقع التواصل الاجتماعي، بحكم الدراسة الإلكترونية أيضا، يعني ما يعني شو من كان حتى من لها رفضة وهذا الموضوع، فهو لازم أكون موبايل للبنت، لأن أكون راح تطلع من الصبح ترجع للظهر والجامعة، ممكن نصير أحداث معها بالطريق، فموبايل وإنترنت. فعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اللي صار إنه هي، يعني إحنا مؤخرا عرفت الموضوع، بس هو اللي صار انه تعرفت على شخص. هذا الشخص هو من محافظات الجنوبيه، بالتحديد من محافظه بغداد، فتواصلوا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. القصه مثل ما فهمت اني منها تجيكم متسلسله، وعدها بامور زواج والى اخره، هاي الامور المغريات البنت كاي بنت يغريها بهاي الامور، ايضا غراها بانه هو ذو نفوذ، يعني الشخص يمتلك اموال، فينغرت الموضوع. بعد فترة اختفت فجأة بنت خالتي، مراكز الشرطة، مستشفيات، حوادث كذا، ما لقينا أي أثر لها، خلاص للمطار، الشسمة، للجنسية، للإقامة، ماكو، ولا لكن سافرت ولا أبد، هي مجرد اختفت خلاص. سجلنا الدعوة بالمراكز أنه اختفاء كذا. فترة تقريبا شيء شهر ونص اتصلت بي، رقم غريب، جاوبت، الو انا بنت خالتك فلانه. تفاجات، ميته طيبه انت؟ لا، بدات تحكي لي قصتها، انه هذا الشخص ماخذها متفقه وياه على اساس انه يتزوجون وهو عنده فلوس، فمن راحوا هو سكنه ببغداد اجر لها شقه، راحت هناك تفاجات انه هو كاذب، حسب يعني انه تقول كاذب وماكو هيك شيء، ضحك عليها، كان 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 عنده غايه واحده، هاي الغايه انه يعني نزوة، ومشت الأمور، بقت شهر ونص تقريبا، فدحقت إنه ما بقى لأحد هناك وهو كان يضحك عليها، فقررت ترجع. يعني بس هي شلون راح ترجع؟ ما بتعرف هي، يعني كان أمامها خيارين، قالت لي يعني أو أنتحر أو ما أعرف شنو أسوي، يعني خيار ثاني أنا اتصلت فيك حتى تمشي لي، يعني تشوف لي حل، إذا ماكو حل حتى أنتحر. يعني هي وعفى واحد، هو عافى وراح، تركها بالشقه وحده وراح، جاء ابو الشقه ايجار، قال هذا، قال هو وعده، قال هاي الشقه مالي، بس هي بالمقابل الشقه ما طلعت ما ماله، الشقه طلعت ايجار، فقال هاي الشقه لازم تفرغيها، راس الشهر تفرغ الشقه، لان انا صاحب الشقه يريدها، فهي كان ما كان يعني لي راس الشهر او ترجع لاهلها، وهاي كانت بالنسبه لها جدا صعبه وممكن مستحيله، او تنتحر. فحاولت انا بكل الطرق حاولت ويا اهلها وحاولت بيبي، بالمقابل وصلت الحل واحد، انه يعني بطريقه او باخرى قنعت اهلها انه هي ترجع. كانت الفكره راضيه، كانوا الكل كانوا راضين للفكره، بس قدرت اقنعهم بطريقه او باخرى انه ترجع، وفعلا رجعتها يعني، ورجعت. بس هي يعني حياتها تغيرت جذريا، يعني هي بينما كانت يعني تبني مستقبل باحدى الجامعات وباحدى الكليات، بسبب هاي مواقع التواصل الاجتماعي ضحك عليها شخص، ممكن هذا الشخص اصلا انسان تافه، يعني ما عنده اي هدف، مجرد انه كان يقضي وقت وهاي الامور، فاخذ اللي يريده وخلص، تركها بالشقه ولا سال عنها اصلا، واضطرينا نروح نجيبها، ورجعت هسه حاليا يعني ما تقدر تطلع اصلا برا البيت.